بدك حبي كرسي الضيوف انزل يا جميل على الساحه بتقدر ترقص يلا يلا قولها يلا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الفرماوي في برلين إلى أهلنا في لبنان في ألمانيا حتى كمان حتى في دبي في السعودية الأخ أبو مهند لأنه بعرفك بتشوف دايما قناة الفرماوي في السعودية واليوم عم بتزوج 500 واحد دفعة واحدة في السعودية الله عز وجل يجزيك الخير إلى جميع أهلنا في لبنان زوجنا اليوم ابننا خالد الدخلول على بنتنا وحبيبتنا أماني العبد الله وهذا أبوها أبو حسن هلا رح أتركه معه وإما أم حسن وأم نادر أكيد رح توجه كمان تحياتها إلى كل الأهل والقرايب في جميع أنحاء العالم شكرا لقناة الفرماوي اللي ساهمت معنا في إنجاح هذه الخطوبة أوكي تفضلي يا حجي السلام عليكم ورحمة الله اسمي أنا أم نادر بهدي تحياتي للأهل بالشارقة دبي والشارقة خواتي وأخوي جلال وبيت عمي وعمتي وكل القرايب بمناسبة خطوبة خالد ابني وبنتي أمانة إن شاء الله بيوصلكوا على عبر قناة الفرماوي ونحن بنشكر كثير بارك الله فيه ومبروك لإلكم شكرا لك هذا معك والد العروس والد العروس عبد الله كريم عبد الله عبد الله أبو حسن من وين لبنان من الفتانة أهلا وسهلا طيب واليوم المناسبة بالنسبة لخطوبة بنتي أمانة على ابني خالد وبنوجه السلام لأهلنا بلبنان وفلسطين وكل مكان شكرا لقناة الفرماوي في بدك بعد؟ خلص اوكي طيب الف مبروك يا عريس وعروس وباقي ان شاء الله المرحله الكبرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسمي باسم زفه النجوم من هان العرسان بنقول ان شاء الله الف مبروك ومن قناه الفرماوي لجميع المشاهدين والجمهور ورقة النجوم بتقدم أجمل العروض عراضة سورية عراضة فلسطينية عراضة عراقية جميع أنواع العراضة أيضا لدينا لعب السيف والترس لدينا مزمار لدينا قربة الأخ محمد عازف القربة الأول في برلين والأخ محمد فريجي عازف المزمار الأول في برلين وقد بدأنا بحمد الله تعالى بعام 2007 بتأسيس زفة النجوم وبحمد الله وشكره بنينا جمهور كبير زورونا على قناة وموقع الفرماوي زفة النجوم موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وشكرا ألف مبروك على العرسين وشكرا كتير كبير للعم الفرماوي السلام عليكم